السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويعد الله وعدا حسنا فيقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيب، كيف الحال؟ الحمد لله. أحسن الله لك يا سيد. وعليك تفضل. سيدنا نمنى الله علي العام الماضي بالحج. الله متقبل. الحمد لله. والعام أيضا هذا العام إن شاء الله ربنا من عليه بالحج أيضا. الله تقبل. أمي حياة ترزق، يعني هل أهب الحجة دي لها؟ هي حجة الفريضة أم لا؟ هي ما حجة الفريضة. أي فعلت حسنا، إذا فعلت ذلك أحسنت إليها. جزاك الله خيرا. جزانا وإياك خيرا. والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قل الصوت غير موجود يا عبد الرحمن. أسألك الدعاء لوالدي علي رحمة الله ولأمي. الله يرحمه رحمة واسعة يا ربي، والدينا والمسلمين والمسلمات. وجزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك. وإياك. ووهب الله لك الصحة والعافية وبارك لك في أولادك. يا رب ولك بمثل. ولك بمثل. الله عنا خيرا. ولك بمثل. تفضل. جزاك الله. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك، بيع السلم بيكون في الأكل والشرب، الأكل والشرب بس ولا في أي حاجة أيا كانت يعني؟ لا، في لابد فيه. لا، مش في الأكل والشرب فقط. أكل وشرب فقط؟ لا لا، ما قلت كده. لا أنا بسأل. مش الرسول عليه السلام يقول: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. يعني في أي حاجة؟ لا، مش في أي حاجة كده، لأن في أشياء لا يصلح فيها السلم، كالعقار مثلا. تمام. كثيرون من أهل العلم يقول العقار لا يصلح فيه سلم. طيب حضرتك، الكفارة بالنسبة لبيع الذهب، الناس مثلا اللي بتبيع من غير ما تستلم الفلوس الأول، إيه كفارتها؟ الاستغفار والعمل الصالح. الاستغفار والعمل الصالح حتى لو كان قاصد يعني؟ ما هو لو قاصد وتاب، يعني لو اللي عياذا بالله بيرتكب فاحشة هو قصدها، لكن بعد باب التوبة مفتوحة نقول له يعني. مش شكرا جزاك الله يكرمك. مرحبا في شيخ محمد علي الصقر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي ثلاث أسئلة. سلي. أول سؤال، شو حكم زوج اللي ينام بلاد غرفات أو ينام بالصالون مثلا بعيد عن الزوجة؟ يعني ما حكم الزوج الذي ينام بعيد عن الزوجة؟ نعم، نفس البيت بس كل واحد بغرفة. السبب دون سبب. بيقال ان المرأة تزعجه في الليل. ممكن وردة، امرأة مثلا لا غطيط مثلا، تعرفين الغطيط؟ تمام.
آه لها غطيط وتزعجه، خلاص قضى حاجته منها وصلح مكان ويا مكان، ما في مشكلة. تمام. السؤال الثاني، نحن بسوريا مثل ما بتعرف انه في منطقتين، منطقة محرر ومنطقة تابعة للنظام. ايوه. فأنا هلا في المنطقة التابعة للنظام وجود أهل أقارب للدرجة الثانية، أهل الزوجة كتبون، وبالمنطقة المحررة اللي ما فيها أقارب في عنا أضحية. هلا في خلاف أنا وزوجي، أنا بدي بعتها لأهل المنطقة النظام، وزوجي بدي يبعتها لأهل المحرر، فمن أولى، الأقربون أم من المضحي؟ أنت المحرر. أو هو من المضحي، أنت أو هو من مالك؟ من مالك أو يعني كلاكما ماله وماله. طبعا لا تستطيع تجزأ. طبعا أكيد، بس نحن اثنين مشتركين بكل شيء، يعني المال أنا بدولة أوروبية ومت يعني المال لي وله اثنيناتنا، نحن إنا نحن اثنين. يعني لك أهلي وله أهل، أهلك في منطقة وأهله في منطقة؟ لا، المنطقة أهله ما مو بالمنطقة المحررة، بس أنا أهلي بالمنطقة تبع النظام، وبالمنطقة المحررة لا يوجد أقارب لا مني ولا منه. خلاص ارسليها لأهلك. ارسلها لأهلي. الأقربون أولى بالمعروف. شكرا كتير لك. السؤال الثالث، أنا مثل ما قلت لك أنا بدولة أوروبية، ما حكم اللي بياخد أغراض من بعض المنتجات؟ هيك بشوف أنا أحيانا بعض الناس بياخدوا بعض المنتجات من غير ما يدفع ثمنها، يسرق يعني المحلات الألمانية. لا يجوز، لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرق من الكفار أبدا عليه الصلاة والسلام، من حتى لو كان من الألمان. والله يا أختي لا يجوز أن نسرق من أهل الكفر. والرسول عليه السلام بقي في مكة في وسط الكفار زمنا وهو مشهور بالصادق الأمين. أما المحاربون شيء آخر. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عني حبك في الله. الله يبارك فيك وإياكم. عندي سؤالين شيخان، أريد أن توسع صدرك علي. تفضل. الأول، شخص وهو صغير ولد من بطن أمه وهو عنده تبول لا إرادي. طيب. فكشف وشفاه الله عز وجل وهو الآن كبير في السن. ففي الصلاة أحيانا ينزل منه نقط بول. إذا كانت أحيانا نادرة يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة، إذا كانت المسألة مستمرة فسيكون موصوف بأنه عنده سلس بول ويتوضأ ويصلي ولا يبالي. عليه أن يعيد الصلاة يعني شيخ. إذا كان نزول البول نادرا فلن نستطيع أن نوصفه بأنه صاحب سلس، فعليه من ثم إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا الحبيب، أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله يا شيخ الحبيب، أنا أسأل على الصلاة، قرأت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيخ الألباني رحمه الله. اللهم أمين. يقول إن عند الرفع من الركوع في عدة روايات، منها يعني سمع الله لمن حمده، سمع الله الله اللهم لك الحمد لك الحمد، وعدة صيغ. فما هل هذه كلها صحيحة يا شيخ؟ أنا ما أذكر كلام الشيخ رحمة الله عليه، لكن لا يمنع أن تتعدد الصفات، لكن الآن نحن بصدد عمل كتاب اسمه صفات صلاة النبي، لأنها ليست صفة، ليست صلاة واحدة التي صلىها النبي، إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الصلوات. فهنالك صحابة نقلوا عنه أشياء وآخرون نقلوا عنه أشياء،
فحين نتجه إلى الجمع ونقول فعل النبي ذلك أحيانا وفعل النبي ذلك أحيانا، وحين نتجه للترجيح إذا كانت في أسانيد ضعيفة ولا شيء، وحين نتجه للترجيح بناء على أن هذا الصحابي أكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الصحابي، فيعني الأمور سهلة في هذا الباب. عندك كتاب الشيخ لصفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا ماشي فيه على قدم وساق الآن، ماشي إن شاء الله. إن شاء الله بإذنك يا رب. شكرا. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد. نعم. أنا عملي في الحلاقة، وقرأت عن الشيخ ابن عثيمين أنه قال نعم نعم، فهذا حرام يعني الواجب عليه أن أقفله؟ ماذا قلت؟ قرأت عن الشيخ محمد رحمة الله عليه ماذا؟ قرأت عنه أنه قال حرام أن تؤجر الدكاكين لعمال الحلاقة. لا نستطيع أن نطلق هذا القول، إذا كان الحلاق يجتهد قدر استطاعته لإصابة الكتاب والسنة فلا بأس، وذلك لأنه لا بد للمسلمين من حلاق، قد كان الحلاقون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. شيخ أنا عندي سؤال، أنا في حاجة فهمتها من مدة 20 سنة بس هشرحها لك بعدين أسألك السؤال، ينفع؟ أوجز لأن المقام لا يتحمل الإطالة. تمام حاضر. شيخ دلوقتي الوساخة اللي في السرة، في شيوخ قالوا إنها لو هي بتفرز من حبيبي حبيبي عادي. اصبر يا حبيبي اصبر، الله يستر عليك. يعني هذه الوساخة التي في السرة من الداخل الأمر فيها واسع، لأن الرسول عليه السلام لما أمر الرجل بالاغتسال من الجنابة أتاه بدلو وقال خذه فأفرغه على نفسك. تمام. هذه الأسئلة فيها مشقة على نفسك كثيرا، فيها مشقة على نفسك كثيرا، فيعني أرجو ألا تثيرها. يعني الأمور السائلة ما أصل في تنطع شوية، أنت تقول الذي الوسخ الذي في السرة من الداخل، والسرة عميقة، والوسخ الذي بين الأظافر وبين أظافر الرجلين واللحم، هتتعب. الرسول قال خذه فافرغه عن نفسك، ادخل الدش عمم الجسم والأمر انتهى معذرة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته عم الشيخ. تفضل الله يحفظك. متأسف بس أنا كلمت بحضرتك امبارح على قصة المراس مع عمي. إيضاح بسيط بس عشان خاطر هو ده مربط الفرس بس. تفضل. عمي اللي هو أنا بقول لحضرتك بالنسبة لي فرقها بسيط عشان يعني ما زادتش الأسعار، لكن عمي طالب سعر خيالي مش موجود بالمنطقة، بس هذا المقصد في كده. كل شيء على ما على الأعراف السعيدة عندكم. تمام. ولا تظلمون ولا لا تظلمون ولا تظلمون، دخل ناس طيبة وتحل بينكم. طب حضرتك يعني رأي الشرع ايه بقى في الموضوع؟ يعني ياخد الفلوس زي ما هي ولا ايه؟ لأن ما استطيع اتكلم لان انا ما دخلت في المشكلة. حضرتك انا لا استطيع. ايوه يا اخي الكريم، انا قلت لك الامر سهل وانت قلت فرقها بسيط، طيب ما دمت انت تقول فرقها بسيط سلم له الفلوس. فرجعت انت اليوم بحاجه جديده تقول طالب رقمها. انا مدافع بس حضرتك، هذه معذره. حضرتك ان هو مش عامل فلوس. ارجوك هذه قضيه ماليه لا استطيع ان اتكلم فيها غيابيا. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. سؤال عن الحج البلد بعد إذنك. نعم. والدي توفي مدة صغيرة رحمه الله تعالى ولم يذهب للحج، فأخذنا من ما ترك مبلغ صغير للبدل عنه، لكن لا يوجد أحد من الأقارب يعني يستطيع الحج بالنيابة عنه، ولكن يوجد شخص لديه معارف من الطلاب يعني الذين يسكنون في مكة وهم يطلبون مبلغ من المال مقابل البدل،
هل هذا يدخل في التجارة وفي الحج؟ لا 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 يدخل في التجارة بالحج، هذا جائز بس لو سلم لهم الأمر، هذا جائز. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام الشيخ. تفضل. لو سمحت، لو سمحت حضرتك، هو أنا مريض مرض يعني لا شفاء له، وبسببه ببقى غير قادر عن العمل يعني، فمصدر رزقي الوحيد يعني هو العمل في البيت من خلال النت على المونتاج، وفيديوهاتي بيبقى فيها كرتون وموسيقى، فهل أنا كده عليا حاجة ولا الأمر مباح عشان أنا ده مضطر يعني؟ يعني أنت بتعمل إيه مش فاهم؟ بعمل فيديوهات مونتاج. ايه؟ مونتاج، مونتاج في الفيديوهات، بعمل كرتون مثلا، كرتون او اركب فيديوهات على بعض واحط ممكن موسيقى في الخلفيه كده، موسيقى بسيطه في الخلفيه. لا استطيع ان اجوزها لك، ابتعد عن الموسيقى الله يحفظك. السلام عليكم. السلام. تفضل. ما حكم ذبح الدواجن في المجازر؟ يعني مثلا مجزرة وتعلق الفرخة وتذبحها بالماكينة. اسم الله يذكر والدم ينهر، ولا في كهرباء، ولا في ايه؟ لا اعلم والله جل. لا اتأكد واخبرنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. ماذا عندك يا بنتي؟ تفضلي. الشيخ عندي سؤال بس. طيب سلي. إذا هو القرين بيتكلم على لسان الإنسان؟ لم يرد هذا على عهد الرسول. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ نعم. الشيخ صديقي يريد أن يسألك سؤال. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بدي أستفسر منك، شو التصرف الصحيح مع شخص يسب الذات الإلهية في الشارع العام؟ على حسب قوتك وقوته. إذا كان بإمكانك أن تنهى المنكر بصورة قوية فعلت، بحسب حالك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم. كيف حضرتك؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. من فضلك يا شيخ كلمني الاستفادة عن الحكم في التفكر او الوساوس القهرية في ذات الله تعالى، مش قادر اتخلص منها. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سائل يا رسول الله، احدنا يجد في صدره ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني كتمان ذلك صريح الإيمان. وفي الحديث الآخر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فملخص ما يقال لك، اقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، وتفلي عن يسارك، تعوذي بالله من الشيطان، لا تسترسلي في الفكر، في الفكر في هذا، اقطعي على نفسك التفكير فيه. بارك الله فيك. جزاك الله خير. هل الروح التي تعذب في القبر أم الجسد؟ المهم جاء الكلام إجمالا يا محمود بن السيد، فصورة التعذيب في القبر صورة يعلمها الله. قال بعض العلماء العذاب في الدنيا الجسد والروح له تبع، ففي القبر على الروح والجسد له تبع، الله أعلم بصحة ذلك، في أمور كيفيتها موكولة إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا أحسن الله عليك. وإليك. تفضل. لم يقدر لي أن ألقاكم في درس الليلة، فقدر الله وجل أن يجمع بيننا في هذا الاتصال عبد الحكيم الإسماعيلي. يا مرحبا دكتور عبد الحكيم. أحسن الله عليكم أستاذنا. وياك. علمنا أستاذنا ما يمكن استنباطه من الآية الكريمة، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب
أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. عفوا، في أشياء يعني أركز في الإجابة على معنى قوله تعالى لأنه متكرر، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أو أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. مؤدى الكلام في هذا القدر من الآية أنا بس أقرب لك يعني المثال. واحد أتى ببصلة، عارف البصلة؟ وهو مع نفسه سمى هذه البصلة لحم، سمى البصلة إيه يا دكتور؟ سماها لحم. ودخل الغرفة وأكل بصلا وانتفخ، فخرج يتجشأ يتقرع وريحته وحشة. قل له أنت ماذا أكلت يا أخي؟ قال أكلت لحم. يا أخي ريحتك بصل. يقول لا، لحم، سمى البصل إيه؟ لحم. كذلك جاء المشركون إلى حجر صنعوه بأيديهم وقالوا اسمه اللات، أخذوا اسمه من اسم الله الله، وآخر أخذوا اسمه من اسم الله العزيز يعني العزة، وثالث أخذ من اسم الله المنان فسماها منات، وقالوا هذه آلهة. يا جماعة هي أحجار، يا ناس هي أحجار، أراها أحجار بعيني لا تسمع ولا تضر، فأطلقوا على الأحجار والأصنام أسماء ما لها ما أنزل الله بها من سلطان، فدليل على بطلانها. كالذي أكل البصل وسمى البصل مع نفسه ماذا؟ سماه لحما ويحلف إن أنا أكلت لحم. يا أخي أنت أكلت بصل، هو اللي سمى لحم، فهمت؟ هذا جاء إلى حجر سماه إله وقال أنا أعبد الله، فهمت يا دكتور؟ نعم. الله يكرمك، الله خيرا، وإياك الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أنا لدي سؤالان. سأل. أولهما أنا قد قرأت كتبا ولا أعلم كيف أتدرج وما الكتب الذي يجب علي أن أقرأ بعده. الكتب هم خلاصة تعظيم العلم لصالح العصيمي، الكتب الأربعة لمحمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد والواسطية والأربعون للنووي وتفسير جزء عم والفاتحة، وأحكام الطهارة والصلاة لعثمان الخميس، منظومة القواعد الفقهية للسعدي ونخبة الفكر، وقواعد نعم وقواعد الحسان للسعدي، الآج الرومية والورقات وتحفة الأطفال. طيب إيه المطلوب من الفهم؟ يعني كل اللي ذكرتهم أهل علم وأهل فضل يعني. نعم أنا قد قرأت هذه الكتب وأريد أن أقرأ المزيد ولا أعلم بما طيب. أبدأ. طيب أنت حافظ القرآن؟ لا أحاول أن أحفظ. طيب اجتهد في حفظ القرآن والإكثار من السنة الآن، واتصل بي على الهاتف الخاص إن شاء الله. نعم شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى لو سمحت. تفضل. أنا دلوقتي طالب في سنة ممتاز في كلية الطب. طيب. سنة طيب. معايا زمايلي مثلا هم بينزلوا لهم شفتات بينزلوها. طيب. هل ينفع أحضر مكانهم وأخد فلوس على كده؟ طيب هم في النهاية سيأخذون شهادة ولا إيه يعني؟ هم في الآخر هياخدوا شهادة إن هم اتخرجوا من كلية الطب. بس الكليه المفروض هم لهم ايام غياب، فهم لو غابوا مش هينفع، ما ينفعش يغيبوا، فهم انا بحضر مكانهم وباخد فلوس منهم مقابل ان انا بحضر مكانهم. مش انت شايف ده تزوير يعني ولا كلام صحيح يعني؟ اليس هذا تزوير؟ هم بس عشان ما بياخدوش غيابهم في الكليه. فانا ايوه يعني انت الان بتساعد على الخير ولا على الشر؟ مش المفروض الطبيب من امثالكم يكون طبيبا متدربا ماهرا؟ هو لا أستطيع أن أفتيك بالجواز. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الجهر بالتكبير في عشر ذي الحجة هل يعني يكون بصوت عالي جدا حيث أنك تسمع كل لا 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 بصوت عالي جدا، التوسط في كل أمور مطلب.
يعني بس بحيث ان اللي جنبي يسمع مثلا وانا معدي. لا ده مش مشكله. جزاك الله خير. سؤال تاني يا شيخنا الله يحفظك. اتفضل. انا عارف على راي حضرتك في جماعه الدعوه والتبليغ، بس يعني كنت عايز اسال هل ما يفعلوه بدعه؟ يعني ما هو على حسب ما يصنعونه، على حسب ما يصنعونه. في واحد بيلقي منهم محاضرة وعلى علم ويلقي محاضرة للناس، لا نستطيع أن نقول له مبتدع، لكن في واحد بيأتي ببدع وخرافات، على حسب ما يأتي به كل شخص. أقصد بقى بيسموا مثلا يا شيخ حاجة اسمها البيان، حاجة اسمها البيان يعني مش البيان يعني خطبة، على حسب ما يقول، على حسب ما يقال في الخطبة بس. لكن إجمالا لا أتكلم على التبليغ بعينها، ما تشترك في أي جماعة، تآخى مع أهل الإسلام كلهم وتعلم دينك، هذا الذي أقابل به ربي في هذه الفتوى. لا تنتظم مع أي جماعة وتبايع أي جماعة، ولكن تعلم دينك وتآخى مع كل المسلمين في المعروف، والذي تستطيع أن تعين فيه في المعروف أنت فيه، لكن عصبية جاهلية إمارة وبيعة لأشخاص متفرقين لا تفعل. فهم كلامي؟ الله يكرمك. تآخى مع أهل الإسلام كلهم، لا تحملنك عصبية لجماعة ولا كذا، إنما أنت تحب الله ورسوله واقر كلام الله وكلام رسوله، وأساعد المسلمين وأستفيد منهم وأفيدهم فيما أستطيع وفيما أقدر بالمعروف، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. في قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. نعم. فمن يذهب إلى مكة ويدخل مكة فعليهم أن يؤمنوه ولا يطردوه من طبعا. المعنى نصيحة لما لأن هناك الوضع سيء. والله نحن نقول ليل نهار إن مكة أحب البقاء إلى الله. أحب، وقد قال عليه الصلاة والسلام والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. مكة لها حرمة ليست كحرمة غيرها، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها، لا تقول الحمامة هش الحمامة، ولا يعضد شوكها الشوك لا يعضد، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. مكة حرمها الله، قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ورب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. النصوص كثيرة في فضل مكة وأنها حرم. أمنوا أيها الناس من دخل الحرم ومن دخله كان آمنا، لا تروعوه لا تخيفوه، وكل سيقف بين يدي الله وربي سائله، كل سيقف بين يدي الله وربي سائله عما يصنع، فليعد لذلك من يعد جوابا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. إرضاع الكبير لا يحرم ولا يحلل شيئا، لقول الله تعالى يا حسن الغرابي، لقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة نهاية الحولين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أسألك سؤال يا شيخ. أنا دلوقتي شغال في شركة مصرية، والشركة دي اشترتها شركة أمريكية من حوالي 6 شهور،
واكتشفنا ان الشركه الامريكيه دي تدعم الاحتلال وبعثت مساعدات لاسرائيل. فانا حكم العمل ماذا تعمل انت؟ نعم ما عملك؟ عملي في برمجه. برمجه؟ هل تستطيع تنتقل لشركه اخرى؟ انا من ساعه ما عرفت وانا بحاول ابحث عن عمل اخذ من ابتعد قدر الاستطاعة وابحث قدر الاستطاعة. بارك الله فيك. لأن كان عملك في برمجة تساعد أعداء الله على هي ما لهاش علاقة بالسيارات. ما لكوش علاقة أبدا بالماشي. لا. على كل أنت في عملك الذي أنت فيه لن يسر الله لك عملا آخر ما دمت لا تعين بعملك أهل الباطل. سلام الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا؟ الحمد لله. الله يرضى عنك ويرضيك يا رب وإياكم. أمين يا رب. أستاذ حضرتك بس أسجل المكالمة الأول ولا صعب؟ سجل عندنا مش مشكلة. حاضر معايا بس ثواني. الآن تسجيل هذه المكالمة. الله يحفظك يا سيدنا ورب يرضى عنك وإياكم. في استفسار صغير. زمايلنا راحوا يحجوا السنة دي وبفضل الله راحوا المطار ونزلوا، بس في بعض الأشخاص اتمسكوا في المطار وايه وحبسوهم يومين بعدين ودوهم مكه. فدلوقتي مش كان ناوي من الميقات ان هو اهل من الميقات وقال لبيك اللهم عمره متمتع بها للحج. هو كان عفوا كانت تاشيره حج ولا تاشيره زياره؟ لا تاشيره زياره. بعد ذلك فهو لما راح مكه مش عارف يخش الحرم يعمل العمره بتاعت التمتع. ايوه. هل يجوز ان هو يغير نيته لمفرد او اقران او مقرن؟ ما هو إذا كان أهل بهذه الطريقة سيستمر على تمتعه. إذا جاء يوم 8 ولم يستطع أن يعتمر سيهل بالحج، يدخل الحج على عمرته كما صنعت عائشة. عائشة رضي الله عنها كانت يقصر العمرة على الحج ويعمل هو الإيه؟ يدخل الحج على العمرة، يدخل الحج على العمرة، لبيك حجا يلبي بالحج. تمام. إنما العمرة التمتع دي خلاص تسقط عنه؟ خلاص ماذا يصنع؟ هو ما يستطيع يأتي بها إلا إذا أراد يتحلل تماما منها فسيتحلل. بس بعد هو كان اشترط عند الميقات أو لم يشترط؟ لا في ناس اشترطت وفي ناس ما اشترطتش. اللي اشترط خلاص ممكن يتحلل ولا شيء عليه، وإذا جاء يوم 8 يهل من مكانه. طيب عدم لبس الإحرام بقى من الميقات الكفارة طعم 6 مساكين صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو طعم 6 مساكين. انما هو يبقى على وضعه يتحلل ويتم الحج. الله يوفقنا واياكم. الله يرضى عنك يا سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه وبركاته. نعم. الله اليكم. واليكم. لقد نسيت ان اسالكم سؤال ثاني. تفضل ما السؤال؟ انا اهلي يريدون ان يرسموا يريدون أن يرسموا رسمة في البيت هي صورة حصان، وملامح الوجه ليست بذلك الباهن، بل الشخص يستطيع أن يفصل بين الأعين والأنف وما شابه ذلك، يعني واضح مكان الأنف والأعين، فهل هذا محرم؟ مش فيه من الصورة، يعني ممكن ترسل لنا صورتها على الصفحة؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. بالنسبه للشيخ للازار اللي فيه الكبسين بس لا تكبسينه، البسه ولا تكبسينه حتى لا يشبه المخيط. يعني حتى مثلا ما تثبتوش بيه مثلا من جنب من جوانب مثلا. الافضل لا تستعمل الكبسين مطلقا. طيب شكرا لحضرتك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي، ما حكم مطة ملك اليمين الغيط؟ ها؟ شيخي حكم مطة ملك اليمين وغير كتابية؟ غير كتابية مشركة يعني ولا ايه؟ مشركة ولا ايه؟ ملك اليمين الغير كتابية يعني غير كتابية يعني مسلمة ولا مشركة؟ بعدين في ملك يمين الآن؟
أسئلة افتراضية غريبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ. الحمد لله بخير. كيف يرسل صورة يا عبد الرحمن كده؟ هل يجوز الحج بالطريقة المخالفة ولا لا؟ على العلم ان انا حجيت قبل كده. شوف يا اخي، ربنا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فلا تعرض نفسك الان للمخاطرات، وخاصة انها نافلة. حتى الفريضة قال تعالى: لمن استطاع اليه سبيلا. فلا ترهق نفسك وتعرض نفسك للمخاطرات، لان الاوضاع شديدة الان. الله يجعل لنا فرجا ومخرجا وللمسلمين. بس هل من ناحية يعني، اما اذا اتيت باركان الحج واجباته فالحج صحيح. الله يجزاك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حبيب، أردت أن أسألك عن بعض أسماء الله الحسنى، هل ثبتت أو لا؟ ممكن لو سمحت أن تقول لي اسم الاسم اسم الواجد والماجد، هل ثابتين؟ لم أقف لهم على سند ثابت. والمحيي والمميت والمنتقم. لا شك أن ربنا الذي يحيي ويميت، ولكن كأسماء لم أقف على سند ثابت. نعم. أقول كأسماء لم أقف على سند ثابت فيها ذكر الاسمين، إنما كأفعال الله يحيي ويميت، وكذا المنتقم. نعم، ولكن كأسماء، هل نقدر أن نقول ربنا هو المحيي، اسم الله المحيي واسمه المميت واسمه المنتقم؟ هذا قائد هذا خاضع لمسألة، وهي: هل يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال؟ والذي أختاره من أقوال العلماء أن ذلك لا يسوغ، اشتقاق الأسماء من الأفعال لا يكون. بركة. نعم، واسم الضار والنافع أيضا كذلك. نعم. الضار والنافع أيضا مشتق. نعم. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا شيخ. الحمد لله، تفضل. يا شيخ، أنا خطيب جديد، وبس مأخذ على خطيبتي في ثلاث نقط سريعا كده عايز أقولها لحضرتك. ماذا قلت؟ في أنا خطيب جديد وفي ثلاث نقط مأخذ على خطيبتي، يعني فعايز أسأل حضرتك هل التفكير هيجوز ولا لا؟ تفضل. هو بس بتقولي لما يحصل تجمع عائلي الولاد بيكون مع البنات، يعني او الرجال مع النساء، بس في حدود في الكلام او كده، لو في سن متقارب بيكونوا بيصيروا ما بينهم، فانا شايف الفصل افضل، فهل يجوز اللي هي بتعمله ولا لا؟ لا، ما يجوز اللي هي بتعمله. طب في نقطة بس تانية، هي بتقولي ساعات يعني بتتفرج على مسلسلات بس بتنتقيهم، يعني فهل ده يجوز؟ الوقت دي مستقيمة؟ يعني هي ما شاء الله عليها حفظة القرآن ما شاء الله عليها، يعني ايه يعني عفوا ما شاء الله عليها، ليه يعني ملاعب المسلسلات والمسرحيات والاختلاط، يعني كيف ما شاء الله عليها؟ يعني لا خاف من الله، انا ظننت هي التي ستنهاك. لا تمام. طب هو في بس بتقول لي في الافراح يعني يا دوب بتخش بتسلم لو فيها اغاني وتطلع بره القاعه، فهل ده جزء؟ يا اخي الكريم، يا اخي الكريم، انت وزوجتك ابتعد عن اي شبهه اذا كنت رجل صالح وامراه صالحه. تمام، شكرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى، اتفضل. جزاك الله خيرا واحسن الله لنا ولك الختام يا رب. يا رب امين، اتفضل. سؤالين بس مصطفى. لو انا محل ذهب وجاني حد بذهب جديد، وعندي انا اختار ذهب قديم ومفيش اي معامله ماديه، هو جايب ذهب جديد وهديله انا ذهب قديم بنفس العيار ونفس قيمه الجرامات، ده في مشكله؟ يعني سيباع الذهب مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. ايوه هاء، بس ما فيش معاملات ماديه، هو جايب 8 جرام ذهب جديد وعاجب مثلا عندي انا غويشه قديمه على ما عرفت ان هي قديمه منه، يعني هو عارف ان هي قديمه عندي. طيب ايه المشكله؟ وهو الذهب اللي بيديهوني جديد،
ما في أي مشكلة ما دام كلاكما يعرف وكلاكما راضي والوزن هو الوزن ويدا بيد. تمام مفيش مشكلة. مفيش مشكلة، بس إيه اللي أنت استفدته كصاحب ذهب جديد؟ فهمني كده؟ والله هو السؤال المعروض كده إن هو اللي داخل يعني عجباه غوشة قديمة. عجبها غوشة قديمة. ويريد أن يبدلها بذهب جديد. وهي معاها مثلا غوشة جديدة. ما في مشكلة. مفيش مشكلة. طب السؤال الثاني، لو هو أنا عندي محل مثلا ببيع فيه قماش وسجاد وستاير وحاجات زي كده. وجاتني حالة فقيرة إن أنا يعني أوفي لها طلباتها في من حيث القماش بتاع الستاير والتصنيع بتاعه وكان السجاد والكلام اللي زي كده. وأنا مثلا يعني المبلغ طلع ب5000 أو ب6000. هل يجوز إن أنا مثلا يتخصم من زكاة مالي؟ لا، سلمها زكاة المال في يدها. سلمها الفلوس وهي تشتري مني براحتها، تشتري من غير براحتها. أحسنت. صح كده؟ صح. جزاك الله كل خير. عبد الرحمن، في واحد من الاخوه ليس يريد يرسل صوره عشان اديله الفتوى فيها، ممكن تقول له؟ ها، اهلا، السلام عليكم. عليك السلام وبركاته، تفضل اخي شيخي. انا من شوي اتصلت بس الشبكه راحت. رأيت سؤالي، نحن في سوريا لما كان تنظيم داعش موجود سبى بعض اليزيديات، فابن خالتي عنده ما زال، فهي يزيديه ليست كتابيه، فما حكم وطئها؟ وانا سمعت شيخ الاسلام ابن تيميه يقول يجوز وضع ملك اليمين المجوسية لأن فيهم شبهة. يعني عفوا، ما معتقد الفئة اليزيدية باختصار التي في بلادكم؟ هم يعتقدون أن الإله متجسد في طاووس أو هكذا يعني، ويعبدون الشيطان. يعبدون الشيطان تقية، وهم كافرات ليسوا مسلمين. تقية من يعني يتقون تقية؟ على العموم هم كفار. إذن دعني أبحث لك عن حكم وط ملك اليمين المشركة والموجود الآن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فليدخل فيهن الإماء. هذا الغالب على ذهني، لكن راجع لك لأن ما تصورت أن هناك ملك اليمين الآن. نحن ما زال عندنا القليل في سوريا من اشترى من داعش، يعني ما زال عنده يعني بعض يعني أفراد فقط. نعم، من اشترى من داعش؟ داعش لما سبوا اليزيديات بقى منهم قليل، يعني هم باعوا اليزيديات لبعض الناس فبقى منهم القليل. أيوة، يعني داعش تعتقد جواز ملك اليمين، فسبت نسوة من الكافرات اليزيديات وبدأنا يبيعنا فيها. الآن الذي عندي في الباب، الذي عندي في الباب قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله صحيح، وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذا الذي عندي الآن. لكن أيضا هم قالوا داعش قالوا إنه ابن تيمية أفتى بوطئ ملك اليمين المجوسية لأن المجوسيات عندهم شبه الكتاب، فقاسوا هذا على هذا، قاسوا طيب يزيديات على المجوس. شوف هذا في الجزية سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية عند قوم من العلماء، لكن الذي أعلمه أن الأمة الكتابية المشركة علمي أنها لا تحل للآيتين المذكورتين، ولكن أراجع لك إن شاء الله تعالى. أما الأمة الكتابية حلال كما لا أخفى عليك. طبعا هذا معروف، لهذا سألت غير كتابية. وهل التي تقول إن الله تجسد في، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تجسد في صورة طاووس، أو أن الله موجود في صورة طاووس وأنها تعبد الشيطان تقية، هل هذه كتابية؟ طبعا لا. طيب الله، من اللي ماتي عبد الرحمن؟ لكن أنا قصدي على المجوس في قياس المدينة كده. شيخ سعد عبد العظيم والله يرحمه، الشيخ سعد، فضل الشيخ سعد عبد العظيم صاحب الإسكندرية الله يرحمه رحمة واسعة، إن الله وإن إليه راجعون. الشيخ سعيد بن عبد العظيم المصري من مؤسسي الدعوة السلفية في الإسكندرية،
يقول الأخ في رسالة: قد توفاه الله الآن في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هنيئا له بالوفاة في مدينة الرسول، فإن النبي قال: من مات فيها كنت شفيعا له. الله يرحمه، كان يكابد مرضا زمنا طويلا وأبلى بلاء حسنا في الإسلام وسلمه الله من الفتن، الله يرحمه رحمة واسعة. السلام عليكم. لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. أريد أن أسأل عن ما قولك في قول القاضي عياض عن وجوب ستر أمهات المؤمنين لشخوصهن، عن إيه؟ هل هذا يجب؟ عفوا، عن ماذا؟ هو مستحب. ماذا قلتي؟ عفوا، هل يجب على أمهات المؤمنين ستر شخوصهن؟ يجب عليهن إيه؟ ما سمعت الكلام. هل يجب على أمهات المؤمنين ستر شخوصهن؟ ستر ماذا؟ فقط ستر شخوصهن. ستر شخوصهن؟ نعم، أي من وراء حجاب وليس ستر الأبدان أمام الرجال الأجانب، هل يجب هذا؟ على أمهات المؤمنين؟ نعم. ستر شخوصهن؟ في أختي نزلت في الحجاب آية، عفوا، وردت في الحجاب مناسبتان. أولا أن عمر قال لرسول الله: يا رسول الله، إن نسائك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب فنزلت آية الحجاب. أراد مرة ثانية عمر رضي الله تعالى عنه، أراد أن يمتنعن أبا تماما، فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفناك يا سودة. فذهبت سودة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: إنه قد أذن لكن في الخروج لحوائجكن. فهمت الكلام؟ نعم. بس لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. أود أن أشكر الشيخ عبد الرحمن أيضا أنه ساعدني على الحصول على هذا الرقم. الله يوفقنا. لدي سؤال يا شيخ. تفضل. لدي سؤال. أنا أعمل مهندس برمجيات، فأصنع البرامج. طيب. أعمل في شركة تصنع برنامج معين، ولدينا شركات أخرى تصنع نفس البرنامج. طيب. تمام. أحيانا يقوم بعض الموظفين بالاشتراك بالبرامج الأخرى للشركات المنافسة وينظرون ماذا لديهم ميزات جديدة أو شيء كهذا، فيأخذون هذه الميزات الجديدة ويأتون إلي ويقولون: نريد أن تفعل، أن تضيف إلى برنامجنا نفس هذه الميزة. فكأنهم يسرقون فكرة المنافس ويريدون مني أن أبنيها وأضيفها إلى برنامجه، فهل هذا يعتبر فيه إشكالية أو شيء؟ لا بد من النظر إلى الأعراف السائدة في السوق التجاري عندكم في هذا الباب. كيف ذلك؟ ترجع إلى السوق التجاري في هذا الباب بما يقضي السوق التجاري في هذا الصدد، ورد الأحكام إلى الأعراف السائدة في مواطن جائز. الرسول يقول لها: مهر مثلها من غير مكن ولا شطط. لكن فالآن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني واحد صمم هذا الكوب وخلاص تعب في تصميمه وإخراج هذا المنتج للناس وبدأ يتاجر فيه، فجاء واحد قال لمهندسين: صمموا لي نفس هذا الكوب، صمموا لي نفس هذا الكوب، فصمموه له. هل هذا في الأسواق التجارية جائز؟ لأن وجدت قضايا رفعت في هذا الباب في بعض الدول، قضايا رفعت وطالبوا بالحق، طالبوا بالحق. أنه سرق فكرة أو سرق شيء. لا يعني أنا ما حتى أخرج هذا المنتج الآن تعبت، جبت أتيت بالمهندسين وأتيت بفئات كبيرة صممت لي هذا المنتج، لا أقصد الكوب بعينه، مثلا غرف نوم، مثلا غرف نوم مثلا، او اي سلعه ذات اهميه. انا اتيت مثلا بخبراء صنعوها لي، فواحد بدون تعب ياخذ السلعه وينشرها. لازم من الرجوع الى الاعراف التجاريه السائده في المهنه. شكرا. و- و-
وهذا الرجوع، هل أسأل أنا رئيس الشركة التي أعمل بها أسأله؟ لا مش رئيس الشركة اللي عندك فقط، عموم العاملين في هذا الباب. عموم العاملين. أيوه. نعم. شكرا. نعم جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دعني أركز، اتفضل. سؤال معلش. اتفضل. لو شخص نذر إن هو يذبح هجي. أيوه. والهاجي ده وقتها كان ب 15,000 جنيه. اه. دلوقتي هو ب 60,000 تقريبا، هو مش معاه المبلغ كله. هو عفوا عفوا عفوا، حدد عجلا معينا او عجله بدون تعيين؟ لا عجله خلاص. عجله خلاص، يجيب عجل صغير ماشي لباني حتى. طب هل ينفع تجزئة النذر لو كان ذبيحة عادي؟ لا هو نذر عجلا يذبح عجلا ولو صغيرا. السلام عليكم شيخنا، كان عندي سؤال الله يبارك لك. لو كان كل شيء ربنا كتب لك خير، ليه لما تصاب ببلاء تقدر ان ربنا مثلا يزيله عنك مع ان هذا البلاء ربنا كتبه لك خير؟ هكذا علمنا النبي وهكذا جاء في كتاب ربنا، علمنا رسولنا اذا حل بنا بلاء ان ندعو الله بصرفه بس. لك هل هو خير ولا لا؟ انا اقول لك الله امرنا ان نعتقد ان الامور مقدره وامرنا ان ندعوه، ففي باب المعتقد اعتقدنا اعتقادا صحيحا، وفي باب العمل عملنا عملا صالحا. كاي شيء الرزق مقدر، امنت بذلك ام لم تؤمن انت يا سائلي؟ الرزق أيوة مقدر. ايوه امنت طبعا. آمنت النسخ في الإيمان، إيمانك صحيح، وفي العمل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل فامشوا في مناكبها. الشفاء مقدر والدعاء مأمور به في العمل، أعتقد أن الشفاء مقدر، ولكن تداووا عباد الله ولا تجادل في القدر. الله يهديهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل اتفضل. انا عندي سؤالين بس سيدنا معلمنا حضرتك. اتفضل. الاول اني بخصوص بيت في المشتريات، ينفع اشتري بيها حاجه؟ ينفع ما دمت ستسدد فتره السماح التي ليس فيها فوائد ربويه. ولو كان سيدنا في غير بيت في المشتريات، لو شركات بتعمل نفس اللي بتعمله فيزا، يعني مثلا بتقول لك هتقسط الحاجه على سنه بدون فوائد بدون مصاريف اداريه بدون مقدم، بس لازم تسدد في سنه، تعديت السنه هينضاف عليك فوائد، يجوز ولا لا يجوز يا سيدي؟ يجوز. جزاك الله خير. هم بياخذوا فلوسهم طبعا، مكسبهم ياخذونه من الشركه البائعه. ففي بس جزء من التعاون على الاسم والعدوان، لكن هذا الحاصل. الاخ الذي ارسل الصوره، الاخ بليه، الصوره اتقاؤها اولى يا اخ بليه الذي ارسل صوره الحصان. اتقاء الصوره هذه اولى، ومعروف لدى الجميع انه حصان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، تفضل. بقول لحضرتك يا مولانا، لو في مثلا حد، انا يعني مثلا في واحدة مثلا بتكلم على جوزها رجالة مثلا، وانا يعني مثلا وانا نصحتها كذا مرة ما ينفعش انك تعملي كذا 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 كذا، وهي مستمرة في العمل ده. انت دخلك بها يعني ايه؟ عفوا، ما دخلك، ما صلتك بها؟ انا بضرب لك مثلا، يعني انها مش انا اللي بكلمها، يعني واحدة حريم تانية اللي بتكلمها. شوف يا ابو، فهل ينفع مثلا هي تروح تقول مثلا لزوجها ان كذا 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 بيحصل وكده، ولا ما ينفعش، ولا ده من باب مثلا اللي احنا ما استصرناهاش مثلا، فربنا يعني مثلا حديث من استصر مسلم ان شاء الله يوم القيامة وكده يعني. لا يعني هي الآن في امرأة متمادية في الغي ونصحتها فلم تنتصح؟ أيوة مرة واثنين وثلاثة يا بنت، ما ينفعش تعملي كده. لا خلاص، كلم، لا كلم زوجها بدل ما تحمل من الحرام، تبقى مشكلة. بس يعني نقول له مثلا حصل كذا كذا كذا، اضبط، مش لازم تفصيل، اضبط أهل بيتك لأن في تجاوزات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. الحمد لله. أنا أدرس في كلية الصيدلة وأعمل في صيدلية، تمام يا شيخ؟ تمام. هل يجوز بيع مستحضرات التجميل
لفتاة غير متزوجة مثلا، لأن يجوز بيع المستحضرات لا تسأل، لأن هم المستحضرات حاجات اللي بتحط على الوش وكده، ممكن تستعمل يا أخي، يعني تكون ممكن إن هي ممكن تحطها على وشها وتمشي بها في الشارع مثلا. يا أخي يجوز بيع مستحضرات التجميل. خلاص خلاص تمام. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. استفسارين سريعا إن شاء الله. تفضل. لو كان معايا مبلغ من المال هيحول عليه الحول الشهر ده، أيوة. الزكاة تخرج على المبلغ اللي هيحول عليه الحول ولا المبلغ اللي معاه حاليا؟ عفوا ماذا قلت؟ الزكاة. أعد السؤال من أوله. على إيه؟ أعد السؤال من أوله. لو كان معاه مبلغ من المال ويحول عليه الحول الشهر ده، بلغ النصاب؟ مبلغ من المال بلغ النصاب؟ بلغ النصاب. آه بلغ النصاب وحال عليه الحول، تمام. الزكاة تخرج على المبلغ اللي هيحول عليه الحول ولا المبلغ اللي معايا حاليا؟ لا، الذي حال عليه الحول إذا كان بلغ النصاب. تمام، هو اللي واجب عليه الزكاة. الله يسلم. تمام. طيب الاستفسار الثاني، أنا حاليا خطبت وسافرت. طيب حاليا هل يجوز لي الاتصال بخطيبتي بعلم ولي الأمر بالمعروف، يعني إن أنا أطمن عليها؟ بالمعروف على قدر الحاجة. بالمعروف على قدر الحاجة. هي. تمام. طيب بالنسبة للرؤية يا شيخ، ايه رؤية خطيبتي تتم ازاي؟ مش انت شفتها الاول؟ تمام. ايوه انت خلاص كل يوم ما تعبس في الهاتف وتشوفها في الهاتف، خلاص رأيتها، انتهى الامر. تمام خلاص تمام. الله يعينك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. انا كنت معانا مبلغ من المال، وكان في واحد تاجر عقارات كان بيتجاوز في المبلغ ده، وكل سنه بفضل الله كنت بطلع عليه زكاه. هو دلوقتي جاب لي بيت لوحده المبلغ اللي هو كان عنده. طب ممكن ترفع صوتك شويه؟ يعني بقول لحضرتك خلاص فهمت السؤال. يعني هو الآن كان أعطيتي فلوسك شغلها مع فلوس الناس وكل سنة طلع لك مبلغ، الآن اشترى لك بيت بفلوسك خاص. ها خاص. ايه وبعديه؟ جاب كل ده وبعد بتدوت عليه زكاة مال؟ تجارة، لأنك معدل التجارة. هو لم يشتريه لك للسكنة فيه، إنما اشتريه لك للتجارة فيه، عليه زكاة. بارك الله حضرتك فيكم. عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. تفضل. بارك الله في عم حضرتك. وياك. تفضل. الله يكرمك. كحكم دخول الحائط المسجد لتعلم الدروس أو لحفظ القرآن، أو سواء كانت السيدة تتحفظ قرآن يعني. والله تلك مسألة مختلف فيها، وأختار أنها ما لم تلوث المسجد يجوز لها ذلك. وحديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحيض ضعيف الإسناد. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ أنا لدي مسألة أريد أن أستفتيك فيها بإذن الله، وأرجو أن تصبر علي. ترجع ارفع صوتك شوية لأن الوقت انتهى أصلا. لدي مسألة يا شيخ. ارفع صوتك تكلم. تفضل. ما السؤال؟ اسمعني يا شيخ. أسمعك الحمد لله. عندنا هنا في المغرب ما يسمى بعقود المرابحة العامرة بالشراء، تذهب إلى بنك تشاركي وبنك الإسلامي معاملته كلها إسلامية. أنصحك ألا تفعل، ابتعد تمام الابتعاد. بارك الله فيك يا شيخ. المسألة أنهم يشترون لك المنزل ويتملكون. لا يجوز هذا. بارك الله فيك. والبنوك ليست شركة تجارية، البنوك غاية ما تفعله تقرض مع الفائدة الربوية. السلام عليكم.
بهذا القدر أجتزئ حمدا اللهم صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا وأسلل سقائم قلوبنا. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.